اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من التاريخ يتحدث حديثنا اليوم سيكون عن الحركه الوطنيه الاولى التي واجهت هذا الفكر الامامي طبعا نحن لا نتحدث عن كل المقاومه التي واجهت الائمه منذ وجودهم الى اليمن منذ الامام الهادي لان هذا يطول بنا كثيرا نحن نتحدث عن الحركة الوطنية ذات الطابع الفكري التحرري التي واجهت الفكرة الإمامية نفسها نستطيع أن نقول أن الحركة الوطنية الأولى كما ذهب إلى ذلك المرحوم مطهر الإرياني في تقديمه لمذكرات القاضي عبد الرحمن الإرياني بدأت بالحسن الهمداني أبو الحسن الحمداني ويعني والمطرفية ثم الحلقة الثالثة المجددة نشوان بن سعيد الحميري. سنحاول أن نعطي نبذة مختصرة عن مواجهات هؤلاء للفكرة الإمامية. لن نتحدث عن تاريخهم بالكامل وإنما كيف واجهوا أهم أفكار الإمامة التي أرادت أن ترسخ وجودها على الأرض. نبدأ بالحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني. هذا الرجل العلامة الكبير يعني نستطيع أن نقول أنه أبو الفكر اليمني المواجه للهادوية وللفكر الإمامي ولد سنة 280 للهجرة يعني قبل مقدم الهادي بثلاث سنوات تقريبا وعاصر ابنه أحمد الناصر طبعا هذا الرجل وعاش عشرين عاما في صعدة كان نابغة من النوابق في التاريخ في الجغرافيا في الأنساب في, في كل العلوم طبعا كانت الفكره الاماميه هي فكره عنصريه اصلا فكره تعود يعني جاءت ايام المناقضات الشعريه لا يذكر الهمداني الا وذكرت دامغته دامغه الدوامغ هات تلك القصيده العظيمه التي شرح فيها تاريخ اليمن وجغرافيته وتراثه طبعا الفكره فكره الدوامغ يقال ان احد اولاد جعفر بن ابي طالب وهو عبد الله بن معاويه ابن عبد الله بن جعفر انه اوحى الى الشاعر الكميت بن زيد الاسدي قال له قل لنا قصيده لعلها تحدث فتنه يحدث الله لنا منها مخرجا فقال قصيده هجى فيها أو افتخر فيها يعني بنزاريه بنزار وهجى فيها او قلل من قدر قحطان وطبعا آه هذا في أواخر العصر الأموي وكانوا معتمدين بكثرة على اليمنيين فأحدثت فتنة بالفعل آه أجا شعراء آه يمنيين وردوا عليه المفارقة أن هذه الفكرة كانت موجو... الفكرة النقائض والصراع القحطاني العدناني كانت آه بدأت في الشام وفي العراق وكانت الجزيرة العربية واليمن بعيدة عنها آه نقلها من جاءوا مع الهادي نقلوا هذا الفكر إلى, إلى اليمن وكانوا يسخرون من القحطانيين ومن اليمنيين طبعا يعني شاعرنا ويعني ابو الحسن الهمداني قام بتاليف قصيدته الدامغه من 600 بيت وشرحها بمجلد كبير ونحى فيها منحى ليس منحى الفخر القبلي وانما كان يورد فيها حقائق يعني افتخر فيها في اليمن ويعني كما يقول يعني له بيتين يلخص نظرية فيها يقول وما افتخر الأنام بغير ملك قديم أو بدين مسلمين وما بسواهما فخر وإنا لذلك دون كل جامعون يعني يقول أصل الفخر هو من شيئين إما ملك قديم أو دين وما أحد جمعهم سوانا نحن اليمنيين فلدينا ملك قديم وتاريخ عريق وبدأ يشرح تاريخ اليمن والدويلات التي قامت فيه ونصف كتابه، وفي الدين نحن من اوى ومن نصر ومن جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عصر الخلافه، وبدأ يشرح كل دور اليمنيين في ذلك، وطبعا يعني يستند بأدله كثيره حتى ان المفسرين يقولون في قوله تعالى أهم خير ام قوم تبع، قال القرطبي هذه الآية مما افتخر فيها اليمنيون انهم افضل من قريش. على كل حال في مواجهه هذه الفكره الاماميه التي جاءت لتحصر الامامه في البطنين طرح الهمداني فكره اليمنيه او القحطانيه يعني كما يقول علي محمد زيد ليست فكره القحطانيه عند الهمداني عرقيه وانما كان يطرح اليمن هذا الاطار الجغرافي هو احق واولى بان يحكم نفسه ويعني بعد ان اعتنق هذا الدين ليس من يعني ليس هناك ما يجبر انه لابد ان يكون هو طبعا كان ضد فكره القرشيه وضد فكره البطنين وما الى ذلك ولهذا نجد ان الهمداني تحدث عن ما اسماه قحطانيون تنزروا ونزاريين تقحطنوا بمعنى انه وهذا يبعد الفكره انها ليست عرقيه عند الهمداني، فهو يقول قحطانيين تنزروا اي كل من اعتنق ان من اعتقد ان الامامه في البطنين وان كان قحطانيا فقد اصبح نزاريا، لانه يرى ان الحكم لهم، ومن كان واصوله نزاريه او عدنانيه يرى ان الحكم لاصحاب هذه البلد بغض النظر عن اصولهم واعراقهم، فهو قحطاني فالفكرة كانت فكرة الهمداني أنها فكرة يجب أن يحكم اليمنيون أنفسهم بعيدا عن الوصاية التي أراد هؤلاء الطارئين على اليمن أن يفرضوها عليه مشاهدينا الكرام فاصل ونعود